يا دكتور يا دكتور، انا شفت اعلان على التلفزيون بيقول ان في دواء بيعالج خشونة المفاصل كلها. انا ركبتي وجعاني بقالها 10 سنين وقررت اجيبه يا دكتور. طب يا سيدي اسمه ايه الدواء ده؟ اسمه كوركومين يا دكتور. دكتور انا عندي التهاب اعصاب طرفيه بقالي من سنه 2012، وشفت اعلان بيقول ان انا جربته وخفيت. الكلام ده كله يا جماعه، الكلام ده كله كلام خارج عن الصحه. مفيش علاج واحد عبارة عن شوية أعشاب أو شوية كيماويات هيعالج أمراض بقالها عشرات السنين. الكلام ده كله للأسف الشديد في أغلبه على أحسن الأحوال مجرد مسكن. لو تعرف حد من قرايبك الكبار قول له ونبهه، قول له حرام الفلوس اللي بتروح في الكلام ده. إحنا بنشوف هنا مصايب في العيادة، تيجي ناس صارفة روشتات ب 10,000 و15,000 جنيه، يقول لك عشان أبطل تدخين، عشان أعصاب، حاجة بتعالج. مفيش مرض، مفيش دواء في الدنيا بيعالج كل حاجة. نصيحتي ليكوا ولأي حد من حبايبكم الكبار، ما تمشوش ورا اعلانات التلفزيون.